لن ولن يجوع الشعب المصري. نعم. ما حصلش انه جاع ومش هيحصل انه يجوع الشعب المصري. المعطيات الحالية بالظبط. المعطيات الحالية مكذوبة. نعم. مغلوطة غير صحيحة. نعم. مصر كل يوم الصبح بيتخبس فيها في الفران كم مليون؟ مليار وشوية رغيف. نعم. كل يوم 175 مليون رغيف في اليوم، 175 مليون، 200 مليون رغيف في اليوم، احنا 105 مليون مصر و15 ضيف عندنا 15 مليون، صح؟ تعرف الارقام دي؟ عندنا 15 مليون لاجئ، احنا بنسميهم لاجئ مظبوط بين الليبيين والسوريين. نعم ضيوف. وعندي عدد سكان 105 مليون. صح؟ يعني كله 115 120 مليون، 120 مليون مواطن مصري بيصحوا الصبح كلهم بياكلوا، العيش موجود، مفيش حد مش مفيش طابور على العيش في مصر. اذا استمر الوضع اللي مصر فيه الان في ظل الازمات اللي عم بتعيشها مصر، لوين رايحين احنا؟ احنا رايحين لخير ان شاء الله. لان الازمه اللي فيها مصر في ازمه اقتصاديه في مصر طبعا. نعم. في ازمه اقتصاديه.